قبل أحداث يناير سنة 2011 حضرتك كنت أصدرت قصة رواية بعنوان أجنحة الفراشة. أيوة. هل كان بها يعني إرهاصات لما يمكن أن يحدث في مصر في تلك الفترة وحدث بالفعل؟ هذا صحيح، إنما أقول لك أنه كان غير مقصود. يعني أنا لم أكتب الرواية لكي أتنبأ بأن هناك ثورة ستقوم، إنما كنت بصور الوضع اللي كان سائد في مصر في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس مبارك. والرواية كما تعلمين لا تصور موقف بس زي قصيدة أو قصة قصيرة، إنما هي أحداث بتتوالى وبتتطور. فتصويري للوضع اللي كان موجود في مصر في تلك السنوات أدى بتطوراته الطبيعية في نهاية الرواية إلى اندلاع ثورة في ميدان التحرير بيقوم بها الشباب، وبيطلب من الجيش إنه يقمعها، فالجيش بيرفض وبيقف يحمي المتظاهرين. يعني كل ذلك أتى في أتى في الرواية، مكتوبا في الرواية. يعني ده تنبؤ جيد. تنبؤ اللي أدهشني وأنا من المندهشين بهذا رغم أن أنا اللي كاتبه، لكن أن الواحد يتصور وضع معين الأحداث اللي بيكتبها بتؤدي إليه بشكل طبيعي، وأنه ينزل ميدان التحرير يجد هذه الأحداث بتتحقق أمام عينيه، ده شيء آخر طبعا. فاللي أدهشني كان التفاصيل الصغيرة دي اللي فعلا لقيتها، مش مجرد أن قامت ثورة أو انتفاضة، إنما تفاصيلها كلها كانت بشكل كبير موجودة في الرواية.